كده اصلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجيلك كل جديد. النهارده الفيديو بتاعنا النهارده طبعا مختلف عن الفيديوهات الثانيه لغايه عندك، ما تقلبش الفيديو ولا تسيبه لان من اوله لاخره كله فيديو هتتفرج عليه حاجه هتمتعك جدا جدا جدا، وبالذات الناس اللي خارج اسكندريه القاهره او بره او الناس المسافره هتعشق الفيديو دوت عشان يتفرجوا على جمال اسكندريه عامل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، زي ما عملنا كل فيديو في الشهر كله عادي في الفيديو وصلنا أكبر عادي زي ما كنتش عاملها كده القلعة بقى، بس في حاجات طبعا اتغيرت ياما في القلعة. دخلنا بقى القلعة اهو من هنا اهو، صور لكم برضو الحاجات ايه من جوه اهي، حاجات بقى ايه. طبعا انا بصور ليه بقى الفيديو ده على اساس لو الناس بقى اللي قاعدة بره القاهرة بره مصر ومش قادرة اللي هي مثلا بتروح اللي هي تتفسح كده في اسكندرية، فانا بحاول اللي انا بعمل ايه اللي انا كده لففتك وفسحتك ببلاش، يا دوبك اللي انت بتتفرج الفيديو بس، وانا كده خليتك تتفرج ببلاش من غير اي ما تروح اي حته. Thank you.
better hit him with